إيه الخيمة الأولى خيمتنا. بسم الله ما شاء الله، يا سلام، مساك الله بالخير أبو ناصر. يلا حيه أبقاك الله. أنا اخترت الخيمة دي أنا وأنت وبها خطيب، واحد ما يرقد لين يشغل القرآن، وواحد هنا ما شاء الله حافظ القرآن. أرقيك على طول واحدة واحدة، أخلي الجني يعرض برا. تقدرون تفكوني؟ بخطيب انت جايب الحلوى عمانية بالحليب؟ حليب الناقة مو باي حليب يا رجل. والله يا بضي انا اعرفك انك انت تحب حليب الناقة، زبطتك تحب الحلوى وحليب الناقة، تحلو تنظف بطنك. اسمع ترى ما قري عليها. سلامي على اهل عمان. سلام. يا زمن قاسي يا زمن قاسي روبي، لا تخليني لا تبكيني بلا سبب. ورد والياسي مربي لا 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 لا. عندي سؤال يا بربيع. انا مريت خيام العيال الحين. ايوه. فرشهم مو مثل فرشنا. الله لا يوفق عدو. فرش ملكيه هنا. ايوه. تقدر تسكت؟ فكره من تندح الخضره لا يزعل وطني. الفرش اللي تسوي حبيبي. اي والله. انت دائما لما تسوق نصق نص فين تجلس؟ خلك جنب المطبخ يعطونه اللحم هو ما تاكلها. خلك شيخ. اذا سلق نايم على حصير. هذه الخيمة الثانية فيها ابو المها وابو ذيب. مساكم الله بالخير. يلا حيا. هلامكم بديت هوشة من الحين؟ يا قلبي مع شاحن راس واحد. ويبي يركبه. وانا معي كيبل في اربع عروس. يقول له شغل هذاك. الحين في اربع عروس هو كيبل واحد. ها؟ وش اللي على اربع كيبل واحد؟ هذه قضية يبين لها حل وجلسة. والله العظيم يعني اربعة. نتشارك كلنا فيه ولا واحد لا الحالة؟ لا والله. بس عشان حقي رسمي ورا شو اسمه فرشاتكم وسريركم ستاندر. بقول لك شيء بس بيني وبينك ومتابعين، احنا مفروض كل خيمة فيها ثلاثة. ايه. احنا اثنين، واحد خلينا على اغراضنا. اي وانتم راضين كذا بفرشكم؟ معنا تعال مؤونة متى ما بغيت بساكين. اي ما شاء الله مستانسين. كل شيء مستانسين. مستانسين انتم؟ بيني وبينك. بالله؟ مرة. خلاص زين الله يقنعكم. الله يقنعكم بركة الفرش هذا. ترى الخاطر تبين مو عشان خاطر. تدري شلون؟ تعال تعالوا تعالوا بوريكم خيمتكم فرشكم. الله يقنعكم. الله يقنعكم بركة خيمتكم. ربيع جاك الرياتيل. اثنين يا غازي. الله لا يوفق. هلا ومسهلا. هلا يا بربيع. بيجون وبيشوفون العيال مسطرة هناك. الله يوفقكم ويحييكم تحية السيف. انت ترش علينا غازي. طيب اصبر وبس. ممكن نشوف يا غازي؟ تشوف ويش؟ تراني ما قلت لكم شيء، والله ما قلت لكم شيء. انك ما يبرد العلم في بطنك. وخر انت بخطيب. الله لا يوفقكم. يا مرحبا. الله لا يوفقك يا غازي. الله لا يوفقك. شو تسوي يا بروي؟ ابقهرهم. وش؟ هذا اعلان، هذا الاعلان. وش؟ اعلان وش؟ يعني الحين شو اسوي؟ طيب دقيقة باقي ما سرقت انا دقيقة. لا والله ما تطلق فراشي فراشي مرة يزعل فراشي. خليك من حفر حفرة اللي اخي وقع فيها. اطلع انت معهم. والله ما تقعد دقيقة معهم. والله غلط فتشكيلة من الرجال. الله يفضحك يا عم خليت. شوف اخس لا عندي لا قلت اصور راح على المقام. عاني ادور اعسر شيء مثل اللي بيقول كثر الله خيرك يا عمي. صلي المغرب ان شاء الله يا جماعة في مسجد ابو عمر اللي مسوي في قريتهم زيدها. الوالدين الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. خلونا نروح ونشوف مسجد يا جماعة. بانيهم عزبنا بندر ضيف الله الرئيس باسم والده الله يرحمه ويسكن فسيح جناته، وافتتاحه اليوم يا اخوان. باني لابوه ضيف الله الرئيس افتتاحه يوم الخميس 2/2. قصته عجيبة يا أخوان. توفوا والدينه وأخوانه في سيارة واحدة، وبنى المسجد هذا وعمره 11 سنة. الله يجزاك خير يا أبو عمر. الله يبارك فيك. جعلت في ميزان حسناتك شيء مقدمه الوالدين. الله يبارك فيك. والله ما ندري وش نقول، ودنا كلنا نحذو حذوك، لكن إن شاء الله في قادم ملايين. يكمل الخير والبركة. الله يسعدك يا أبو. أنت الوالد دائما شوف ابتسامته، فهذه تسد عن 100 مسجد. أي والله يسعدك يا أبو عمر ويوفقك ويجزاك خير. أعمال البر كثيرة يا جماعة. والله يجزاك خير يا أبو عمر، ويجعلها حاجب لك عن النار شيء تقدمه لوالدينك. فيا جماعة الخير أوصيكم وأوصي نفسي، مهما نسوي في والدينا ما نلحق جزاء.
وقضى ربك ألا تعبدوا التوثيق باسم الجميع كلهم ما لنا فضل فيها ثلاث اعلانات بالسعر اللي تبيه. والله العظيم ما قصرتوني كلكم يا اخواني اللي لازمتوني نصحتوني وجهتوني لان وصلتوني للي انا فيه. شكر عظيم لكم. عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى؟ أول شيء مبارك لك يا أبو عمر هالعمل العظيم اللي يندالج بين الحر. والله إني أول مرة أغبط شخص في حياتي. أي والله يا حظك بالأجر. حنا الحين رجال عمرنا وصل على 28 واللي وصل على 30 و 35 ومع أسرته مع أبوه وأمه ما قدم شيء. فما بالكم أبو عمر؟ الله يجعلنا عند حسن. فقد أسرته في حادث مروري وعمره 12 سنة يعني ما عاش مع أبوه وأمه وأسرته إلا 12 سنة واليوم يكرمه من مسجد بيت من بيوت الله في الدنيا عسى الله يبني له بيت في الجنة. الله يرحم والدينك وهذا عمل نفتخر فيه كلنا وانت نوس ويا ليتنا كلنا نكتدي فيك. يجسد رسالة صراحة لأبناء المجتمع بشكل عام والشباب إنه يبرون بآبائهم وأمهاتهم وأنهم يكونوا مثال إن شاء الله للبر في والديهم ونسأل الله لنا ولك التوفيق يا أبو عمر وتكون نموذج وقدوة حسنة للجميع. اليوم علمنا درس عظيم جدا ما راح ننساه نهائيا. لا الله ان شاء الله يجعل لك عند الله يزين الله يقبل الله. ابو عمر انا اهنيك تهنئ ان الله اصطفاك من بين الناس كلها ترى رجال اعمال كثير بس من الله وفق واصطفى لهذا العمل مبروك. اي والله العظيم. وقضى ربك الا حاضر معنا في كل المناسبات.